افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق وبقاب عباب الحارة في سيارة مترى كحل الشاب طيارة اسأل عنه بقول لك واي تروح على البزنس ولا ملاهي هلماني هلماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني اقوم تقعد مكاني لا تقول لي كاني ولا ماني احضر ابو النباني. وقال ايش رن علي بيقول لي بدي ارفع عليك ضمان السياره كمان مره. قلت له حبيبي بس عندك هان وازت له هالسياره وهالتاكسي وهالمفتاح واخلص من القصه كلها. قول يا زلمه هو حدا لاقي شغل هالايام بتزت له السياره هيك بوجهه يا اخوي؟ شو اعمل بنزينه رفعه والضمان بدي يرفعه امزح حالي انا انط من هان. لا لا اهدى اهدى انت شوي. اسمع في جماعه بعرفهم عندهم مجمع تجاري كثير كبير وطالبين ناس للشغل عندهم لك مصلحه يا اخوي. خلقتي هاي خلقت واحد تبع مجمع تجاري؟ ما انت بتعرفني طول عمري شوفير، غير شوفير ما بعرف اشتغل. طيب اسمع الك عندي شغل على الشوارب راح يطلع لك ذهب. صورة دي غير شوفير بقول لك لا يا زلمة بقول لك عندي الموضوع. يا رموشها حلوة زي السيف يا رموشها حلوة قلبي ضعيف. وعليكم السلام. السلام لله يا خال. دقيقة يا شاب دقيقة، هسا مازح بلاش ما يجغمد. شو اللي يجغمد؟ مالك بتحكي معنا هنا؟ وين طريقك؟ عالخامة. يلا بسم الله. خليك معي يا عماد. اجاني طلب، تفضل، تفضل. خليك معي يا عماد، اجاني طلب. يلا توكلنا على الله. لوين طالع؟ عالخامة. عالخامس قلت لي. أما طلعت لك معي وحدي قبل شوي. أحوه حركة كاسكيت راسي. وانا ايش قعدت اناظرها بالمراه بقيت ناظرني بتعرفني شب حليوه وايش تعطيني نظرات مبينة. ومع انك كانت لبسيت لك تنوره لهون طبعا انت ظبطتها 100% صح؟ لا والله ما انا بعد ما اجتني تالي الله يخلي لك ده شو قررت؟ شو؟ افرمت قلبي تيريريب هاي اغنيه نار جديده راسلي والله انت اللي بدك فرمت في طلب في طلب بس خلينا نشوف اذا الطريق بناخده معنا بعد اذنك يعني ما بنعطلك ما عنديش مشكله تفضل استاذ على ارضك لا والله احنا على الخامس اذا بتحب تطلع معنا على الخامس تعال يلا قربنا نوصل استاذ جهز لي حالك لا والله يا معلم خليها علينا الله يخليك حمالي حبيبي هنشوف اذا ايش مزوره مزوره معوضين تفضل شو اللي تفضل خمس طوابق كل طابق ليره هات خمسه خمس طوابق كل طابق ليره وانا نازل فاضي نازل فاضي شو نازل فاضي يا زلمه انت مصعد مش تاكسي انت مش تاكسي اخوي من وين طلعت لي انت من وين تفضل يا زلمه روح لي من هون هلا السلام عليكم هلا وعليكم السلام ورحمه الله سخر الله العظيم الطابق الاول حاضر يا شيخ بس ما تواخذنا انه كان طالع صوتنا بس كنت ببهدل في الشاب كان بيحكي بالتليفون مع بنت وكان والعياذ بالله بيحكوا في كلمات استغفر الله قال شو لابس قال والله شباب المسلمين ضايعين يا شيخ استغفر الله العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته امين والا ميتا الا رحمته امين ولا مريضا الا شفيته امين وعليك باعداء المسلمين امين امين يا رب العالمين بس في طلب شيخ تشوفه ذا بطريقنا يا زلمه انت بدك تضل تطلع لي سوري يا شيخ بدك تضل تطلع لي لا والله اذا بدك بدبك على الاول حبيبي وين كنا يا شيخ استغفر الله العظيم بس يا شيخ الله يهدي هالامي امين يا رب تفضل شيخ وصلنا لا والله دعواتك بس لا والله يا شيخ لا والله لا والله معوضين امين صلاة النبي نورتي يا مزموزيل أهلا طابع السابع لو سمحت من عيوني أبو تالا ومصعد أبو تالا تحت أوامرك أهلا تأخر عفوا تأخر مين هو؟ الشيطان ترى ما تفكري إنه أنا بشتغل الشغلانة هاي إنه قلت مصاري لا أنا بتسلت سلاي على التاكسي سوري بس أشوف هالشغلة يا زلمة انت شمين بعتك علي يا زلمة؟ شو بدك مني انت؟ مين صلتك علي؟ سوري بس انا الزباين مش ذوق هيك بتعامل معهم زي ما حكيت لك انا بتسلت سلاي والله انا مهندس مهندس بايوميديكال بشتغل بالخليج بس تركت الشغل لاني انا رجل عصامي وحب اعتمد على حالي مع انه بابا ييييي شو قال لي اشتغل عنده الشركة احنا عنا شركات
بس انا ايش بدور على بنت الحلال اللي تشاركني قصور وفلل عبدون اللي عندنا وافهمها وتفهمني. وصلت حضرتك مع انه انا حبك تضلي اكتر. ماشي تفضل. معوضين. الله يعافيك يا رب. هلا سيدي. هلا بالحكومة. هلا والله. هلا سيدي عرابة. ابشر من عيوني. وين حزامك؟ حزام الامان موجود سيدي موجود. بس عشان ايش كنت بعدك من هاي القعدة بسرعة. حاضر. ما بتتخيل الله شو بحبكم وبحب الحكومة وبحب السير. سوري سيدي كأنه هذا نفس الشاب. وين راح الشاب؟ بس ما عرفتك بحالي، معك كابتن احمد. اهلا وسهلا. بس ممكن طلب صغير؟ تفضل. لو وقفنا شرطي قول له انك اخوي. خلص ولا يهمك. سيدي بكونوا هدول تبعون التطبيقات اخذوه. بس شاطرين تخلفونا، خلفوهم هم. سوق. حاضر يا سيدي، شو بدنا نحكي؟ حكم القوي. افتح باب، سكر باب، اطلع درج طق طق وبقاب، عباب الحارة في سيارة موتورها كحل الشاب طيارة، اسأل عنه بقول لك واي، تروح على البزنس ولا ملاهي؟ هالماني هالماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني، أقوم تقعد مكاني، لا تقول لي كاني ولا ماني، أحضر أبو النباني.